كان هذه الزيارة وهذا المؤتمر الذي تم في تل أبيب منذ قليل كان ربما لا يختلف كثيرا عن مواقف كل الرؤساء ورؤساء الوزراء الذين زاروا إسرائيل منذ 7 أكتوبر في مسألة الدعم ومسألة الوقوف إلى جانب إسرائيل. لو تنقلي لنا الانعكاسات وربما ردود الفعل المتعلقة بزيارة ريشي سوناك. نعم، دعينا نتحدث أنه منذ اليوم الأول وحتى هذا اليوم ويحاول نتنياهو استقطاب الشارع الإسرائيلي والأمريكي وحتى الأوروبي لتأييده في هذا القصف المستمر ضد أهالينا في قطاع غزة. هذا اللقاء لا يختلف عن لقائه مع جو بايدن، مع بلينكين وغيره من الوزراء والرؤساء الذين قاموا بزيارة أراضينا الفلسطينية المحتلة، أو أنه ستكون هنالك زيارات متلاحقة، ولربما ماكرون هو يعني الزيارة المرتقبة الجديدة. نتحدث أن كل هذه الزيارات كانت تحمل ذات المعنى، ذات الهدف وذات المضمون. في آخر تصريح أو مؤتمر صحفي لنتنياهو عقب هذه الزيارة قال بأن هذه المرة الشارع الإسرائيلي يكون موحد كهذه الوحدة ضد الإرهاب، ودعا العالم الغربي إلى ضرورة إسناد إسرائيل لمواجهة التنظيم الجديد للدولة الإسلامية. وهنالك ربط فظيع بما يحدث هنا في أن حماس هي داعش ومحاولة صبغة حماس بهذه الصبغة التي يحاول إضافتها عليها لشرعنة ما يقوم فيه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولربما هذا المؤتمر كما ذكرت الآن الذي ورد على لسان نتنياهو يقول بأنه سيواصل الحرب وسيواصل الصراع مع الفلسطينيين وسيقضي على حركة حماس، وهو ما يؤيده في سوناك في هذه التصريحات الذي قال وأكد بأنه يدعم إسرائيل ويدعم حق الدفاع عن نفسها، وبأنه سيكون هنالك محادثات مختلفة للحديث عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إذن كل هذه الزيارات تعطي إسرائيل الشرعية لإبادة أهلنا في قطاع غزة، ولكن في المقابل تؤيد إسرائيل بل وتؤمن لها المساعدات المادية والعسكرية. ولكن إيمان، يعني قبل هذا السؤال كنت أود أن أتحدث عن التطورات الميدانية. بعد 16 ساعة من الهدوء عادت سفارات الإنذار لتدوي في مستوطنات الغلاف، غلاف قطاع غزة وفي عسقلان، وذلك ردا على استهداف المدنيين وعلى أهلنا في قطاع غزة. ولربما أيضا كنت قد ذكرت الحدود الشمالية، والترجيحات العسكرية تقول أن الحدود الشمالية لا تشكل خطر فعلي، وهنالك تقديرات عسكرية بأن حزب الله لا يود الانضمام إلى هذه المعركة أو إلى هذه الحرب، وبأن كل ضرباته محسوبة ومحدودة.